انا كنت من كنت عندي قدره نشوف فيه انا وياه نقوله كيفاش انت مسلم كتامن بالله وكتوجه للقبله وكتصلي كيفاش تساعد خاك يقتل سبعه الارواح. هذا في ديننا، هذا في اصلنا، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشجره ما كانش كيبغي تقطع، وانت تقطع القلوب ديال الامهات، القلوب ديال الاباء، ديال الاخوه. هذا ماشي اسلام يا بني، هذا هو اللي كان خصنا نقولو. وكنتمنى الله، انا كنخدم كنمشي للسجن، كنتمنى نشوف هذا الانسان هذا ونتكلم معاه بهذه الطريقه هذه. اذا كان هو مسلم وكيامن بالله سبحانه وتعالى، نمله ما يقتلهاش، نمله. هذا قتل الارواح وخلنا مجروحين. انا عماد ولدي كنشوفه صباح وعشيه، عماد كان اكثر من ولد عندي، كان صديقي، كان حبيبي، كان وليدي اللي كيشارك معايا كل حاجه. عندي خمسه هاد الاولاد، مي هذاك الولد مشى بحال فريخ. ما كنت كنتمنى افرح بوليداته، كنتمنى افرح وليدي يكون في داره، كنتمنى وليدي يشوف زمانه، قراه وربيته وعطيته كلش. شي واحد اختار له العمر ديالو، خليت له الله سبحانه وتعالى هو يرفع حقه. شكرا، الله يرحمه.